معلش يا موسى ما تزعلش، انت عملت اللي عليك واكتر وده امر الله. لو كنت عارف اللي هيجرى يمين بالله ما كنت عملت عظمة هواس. شد حيلك، ربنا يرحمها والحي ابقى من ميت. معلش انا عايزك تفوق لي عشان عاوزك في كلمتين. تفضل. بص يا موسى، انا عايزك تبعد عن بابا خالص وعن التهريب وتجارة غزة، وخليك معايا في الدكان هنا اهو. ابعد قبل ما رجليك تغرس، لو طلعت مرة مش هيرحمك تاني ومش هيسيبك في حالك. ده اخويا وانا عارفاه، قدام القرش وقدام ممتلكاته ما بيعرفش ابوه، وبيقلب بلطجي وفتوه. وانا مش عايزة اخسرك، وفي نفس الوقت مش عايزك تغمي عينيك عن اللي بيحصل في السوق. محدش وعاك قبل كده عن السوق؟ أصعب مكان في الدنيا في كل حاجة، واللي بيتربى في السوق بيتربى على كل حاجة وبيبلع كل حاجة. خلي بالك من نفسك، أنا بوعيك. كتر خيرك يا معلمة، بس أنا مؤاخذة حضرتك ما تعرفيش حاجة، ما تعرفيش قبل ما أوصل السوق هنا حافي كنت إيه؟ السوق اللي حضرتك بتحذريني منه ده بخير وبشره ما يجيش حاجة قدام النار اللي كنت بكبشها بيد للنهار، ما يجيش دقيقة جنب اللي عشتها في الجبل. كنت بستمنى فتح عيني ألاقي روحي مرتاح، بس أنا هكمل في السوق مش عشان أتدس من حاجة لا سمح الله، لا، عشان أحقق اللي في دماغي. هستحمل الحلو والمر، الرصاص والجزاز، السم والحنضه. يمين بالله يا معلمه، لو جبل وقف في سكتي هنسف واكمل. كفايه اني فضت الصعيد. اول مره اخاف من نظره راجل يا موسى، قلبي وجعني.